كملين معكم فرح بحلقات سابقة حكينا عن موضوع الرياضة وكيف نحن قادرين ننسق بين صيامنا وبين التدريبات الرياضية. طبعا خلصنا الشهر الكريم وأكيد بلشت المصايب بلشت شيء مخبى يطلع، وخاصة يوم عتياب الصيف ما في شيء بيتخبى يعني. طبعا هدول المعلومات وغيرهم، اليوم نحن كيف قادرين نرجع من أول وجديد نبلش بعد الشهر الكريم وبعد ما نخلص أكل حلو خلال العيد، كيف قادرين نرجع للنادي وعلى السبور وعلى الرياضة. هدول المعلومات وغيرهم حيخبرنا عنهم الكوتش صافي العكش، خبير لياقة بدنية وفنون قتالية. يسعد لي صباحك. صباح الخير، يسعد صباحكم. كل عام وانت بخير. كل عام وانت بخير. بألف خير، ينعاد عليكم ان شاء الله بالصحة والعافية. وعليك يا رب. كوتش، عم نحكي عن المصايب اللي يلي تراكمت خلال شهر كامل وفترة العيد. اليوم للأشخاص يلي أهملوا إن كان بالتمرينات الرياضية وإن كان بطريقة الأكل، بتشوف إنه نحن بنرجع بشكل كامل للرياضة أو بنرجع منمهد ومنهيئ الجسم شوي شوي لحتى يرجع للنظام يلي كان قبل شهر رمضان؟ تماماً، حكيك صحيح. يعني هلأ هو الواحد فترة الانقطاع كانت كبيرة، تقريباً شهر، أو اللي كانوا عم يتدربوا كانوا تقريباً 50%، يعني ما كانوا عاطين كل الطاقة تبعهم. مشان هيك الرجعة بدها تكون ستيب باي ستيب، يعني خطوة خطوة، ما يكون الرجعة قوية. بده يبلش تقريبا بال 50%، بعدين بلش الواحد الارتفاع شوي شوي، حتى بالنظام الاكل. يعني نحن بنعرف برمضان حتى ساعه الجسم كلها تغيرت، يعني النوم كان غلط، الاكل ما كتير صحي، الوجبات الاكل بتكون متباعده، مشان هيك الرجعه بدها تكون شوي صعبه. مشان هيك لازم الرجعة تكون خفيفة، يعني شوي شوي نبلش تمهيدية فيها. يعني تمهيدية تمام. نهيئ الجسم. اليوم في مشكلة كتير كبيرة مع ارتفاع، بلشنا بالصيف فهو لحاله بيعمل هدئة الخلق، فبتلاقي كتير أشخاص بيقولوا لك إنه شوب ما خرج ننزل لا نادي ولا شيء. هلأ كوتش، عن جد الإفرازات أو العرق اللي بتطلع من الجسم هي دهون أو لا أو بس سوائل؟ واليوم كيف عم تتعامل الكوتش مع تغييرات الجو ضمن النادي؟ هلأ هي أول شيء بالنسبة لسؤالك، التعرق اللي بيصير هو عبارة عن سوائل بتطلع من الجسم وليس الدهون. حرق الدهون هو بيصير بنسبة الأكسجين اللي عم نسحبها. هلأ ليش بيصير حرق بالكارديو كتير؟ هو من اللهت. هذا اللهت الأكسجين كل ما بيزيدوا دقات القلب بيزيد الحرق أكتر. التعرق هو عبارة عن سوائل بتطلع، يعني إذا بعد التمرين شربت كاسة مي أو غير رجعت القصة نفسها، بس هو مشان هيك الحرق بيصير بالكارديو أكتر. بالنسبة للجو العام، يعني هو طالما نحن صايرين عم نتدرب ضمن صالات، يعني هو الجيمات وكذا، عم تكون تقريبا أخذ الصفات أو المتطلبات لحتى يقدر واحد يتدرب. ما عاد كتير أثر يعني الشوب والبرد أو الهي، يعني صار في نوعا ما في راحة بالتدريب أكتر من الأيام السابقة. يعني كوتش، البعض بيقول انه نحن كل ما شربنا مي اكثر خلال التمرين كل ما استفدنا اكثر، البعض بيقول لا انه ممكن يصير في حاله تعب للكلاوي والجسم ما بيستفيد من كميه كثير كبيره من المي، ممكن ياخذ حاجته فقط ويطرح الباقي. خلينا نعرف هون وين الصح، نحن قد ما قدرنا بنشرب مي او بنكون معتدلين؟ لا، الاحسن يكون في اعتدال بالشرب. يعني هي كمان الانسان، اي شخص وقت يكون عم يلعب بيكون عم يصرف كمية مي كبيرة، يعني التعرق أكبر غلط إنه ما يشرب مي يعني خلال التمرين. لازم يشرب بس بكميات قليلة مشان ما يتضايق، خاصة إذا تمرين في كتير في نطوطة، في جهد، في كذا، غير مثلا تمرين الحديد مثلا الجيمات. لا، أنا في نصيحة إنه خليه يشرب مي بس بكميات معتدلة تكفي، ما تضايقه ضمن اللعب أو التمرين أثناء التمرين. طبعا أكيد. طيب كوتش، اليوم شو هي اهم الانواع الرياضه اللي بتساعد بحرق الدهون او بتهيئ الجسم؟ احيانا في اجسام عنيده بتقول لك انا عامله دايت وعم بلعب سبور بس انا جسمي ما عم ينزل. يعني صحيح. هلا انا على طول بقول لهم انه انتم قيسوا كميه الحريرات اللي بتحرقوها وكميه الكالوريز اللي بتفوتوها لجسمكم. لازم يكون في نقص 500 كالوريز اقل شيء لحتى يصير في نزول بالوزن. هلا في ناس بيقولوا لي انه انا جسمي معنيد، معناتها في غلط يا بالحرق اللي عم نساويه لازم نزيد اكثر، او بكميه الغذاء اللي عم ندخله للجسم. في معادله نحن اكثريتنا يعني ما في انتباه لها، هي القصه انه في ناس بتلعب رياضه بس بتلاقي وزنها ما عم ينزل معنين. كثير بنشوفها هي كوتش. طبعا عم اقول لك، يعني لازم يكون في نعرف شو عم ندخل، قديش الكميه ونحسبها، ونعرف قديش عم نصرف. طيب الكميه لكل الاجسام، هاي كنت اسال السؤال.
لا حسب كل شخص، بس تقريبا في شيء في سيستم معين، يعني في بالانس انا اكون ماشي عليه تقريبا للكل. في حتى انظمه غذائيه 1200 كالوريز 1500 كالوريز، يعني هذا ماشي عليه. ونفس الوقت التمرين مثلا انا بحسب قديش بصرف بالتمرين، 500 كالوريز مثلا 400 كالوريز حسب نوع التمرين. هلا في العاب مثل البادي كومبات او العاب هي فيها كثير كارديو حرق مثل كروس فيت وكذا، بيصرف اقل شيء بالدرس الواحد 600 كالوريز. 600 كالوريز بالاضافه للي بيصرفه ضمن اليوم بين مشي وعمل وقعده وكذا والقصص هاي، بحسب وبشوف قديش عم دخل. هون كوتش، لما اي صبيه او شاب بيكون طلبه الاول انه انا وزني بدي اياه ينزل، فحضرتك ممكن تتدخل بحميات غذائيه معينه انه نحن خلينا نلتزم بهي المده وانا ممكن اني اضمن ينزل الوزن حسب الكالوريز اللي حكينا عنه داخل الجسم واللي عم يصرفه خلال التمرين. طبعا يعني هلا بالنسبه للشاب والبنت في اختلاف على فكره، يعني نحن الأنظمة الغذائية بنحطها في اختلاف. البنت عندها الحرق أقل من الرجل. ليه؟ الرجل عنده هرمون الذكورة، هذا الهرمون بيساوي حرق أكثر، البنت عندها أقل ما عندها إياه هذا. مشان هيك بيكون الاختلاف بالبرامج الغذائية والحميات، مو لازم ينعطوا الاثنين نفس الشيء، حتى التمرين بيكون مختلف شوي. بالتطبيق إذا بدنا نقول بتطبيق التمرين. إيه. يعني طيب كوتش، كمان بالحميات الغذائية كثير بنشوف تركيز كثير كبير على البروتين رقم واحد، وبنشوف حالة حرمان كثير كبيرة. هذا الشيء يمكن بعض الأشخاص اللي أنا منهم كمان يتحمل هذا الحرمان الكثير كبير، كيف بنقدر نعمل نحن توازن ما نحرم حالنا وبنفس الوقت ما ندخل كمية كبيرة من الحرارات على جسمنا؟ أنا هذا بنصح الكل فيها، خلي نظام الأكل هو يكون دائم وليس نظام. هلا مثل مثلا بيساووا ناس صيام متقطع، بيساووا ناس الكيتو، هذا ما بتقدر تضل عليه طول عمرك تماماً. يعني انت مثلا مشيت شهر عليه اوكي شهرين بعدين بدك ترجع لنظامك، بدك ترجع للشيء اللي روحته، هذا شيء غلط. نرجع نكسب وزن من جديد. تمام، برافو عليك. يعني انا بقول لهم على طول خلوا نظام اعتدال، ايه يعني خلي اكلك كلين نظيف، خلي دخل الياف مثلا بالاكل، مثلا خلي كميه الكالوريز قليله وامشي على نظام متوسط، هذا بتقدر تمشي فيه طول عمرك. يعني مثلا كل اسبوع بدخل وجبه فري، مو يوم فري، وجبه واحده. انا كنت اعمل يوم فري، لا لانه انا بقول لهم يوم فري كل اليوم فري بيعوض الاسبوع كله، لا بس وجبه واحده. عرفتي شلون علي؟ بنقصد فكره كوتش هون انه نحن اذا بقينا على نظام البيت، يعني نحن شو طابخين شو فطرانين، ولكن الكميه تكون اقل. يعني وحتى تطبيق الوجبات الشقوقات، كلامك صحيح، لانه ما في استمراريه، لان يعني رحت لموضوع الدايت او البرامج او حتى الادويه فيما بعد انت عم ترجع. انا هذا الشيء اللي عم اقول لهم عليه، يعني خلي الكميه قليله، خلي للصحن الصغير كول مو طجره، كول معلقه صغيره، هذا الشيء بيقلل وبيحسسك بالشبع. قبل الاكل اشرب شي كاستين مي، بيصير في امتلاء بالمعده، يعني انت وازن حالك، ما ضروري تعمل نظام وجيب اكل خاص، خاصه نحن بالوضع اللي فيه. خليك على اكل البيت بس كل كميات قليله، وقف السكر مثلا او خففه كثير، الملح والسكر اضر شيء، يعني اضر من كل الاكل. توقيت الوجبات كوتش، كيف نحن لما بنكون ملتزمين بتمرينات رياضيه وبساعات رياضيه محدده؟ كمان البعض بيقول نحن ما بنخلص تمرين بنروح بناكل دغري حتى لو كانت الوجبه صغيره او لا، والبعض بيقطع العشاء بشكل كامل كنوع انه نحن بلشنا روتين جديد وبدنا نخسر وزن، شو الصح بهذا الموضوع؟ هلا الصح انه انا اكون ماشي على نظام اكل باليوم واقسم الوجبات تبعي، اذا تمريني بيدخل من ضمن الوجبات انا بخلي قبل التمرين بساعتين وبعد التمرين بساعه او ثلاث اربع ساعه لاكل، لتهدى الجسم، لتهدى المعده من سرعه دوران الدم بيهدى وباكل بعده. هلا هن الناس بيقولوا لي انه العشاء لازم يكون، انا بقول لهم لا، انت بتحسب كميه الكالوري اللي بدخله باليوم، ما بيهمك العشاء شو ما كان، يعني اذا اكلنا ونمنا عادي؟ عادي تماما. لا لا عم بحكي جد، هن الناس فكر انه اذا اكلت ونمت بيطلع لي كرش، لا ما دخل، معروف لا 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 غلط، كوتش انه نحن ممنوع اصلا ناكل وننام قد ما كانت الوجبه. هي معلومات خاطئه، هي معلومات قديمه، هلا كل شيء دراسات جديده، انت ما بهم ان شاء الله بتاكل شو وجبه واحده، بس المهم انت قديش باليوم عم تدخل. هي الفكره بالنوم انه الجهاز الهضمي بصير بطيء، يعني بطيء بعمله اذا اكلنا ونمنا. يعني بس كوتش في نقطه، نحن اليوم كل شيء عم ناكله او ماده عم ناخذها بدنا نقعد نحسب قد ايه
فيها يعني، فهون كمان مشكله يعني. احنا ما لنا قادرين يعني قطعه شوكولا يمكن تعوض كل نهارنا ايه الكالوري. هلا نحن لا لا اقول لك شغله، هلا انت حتى اذا بتفوتي على النت او كذا صار معروف كل شغله قديش مثلا فيها كالوريز. طب اوكي انا باكل قطعه شوكولا باليوم قديش فيها مثلا 50 كالوريز، اخليها من ضمن اكلي يعني عادي. عرفت شلون علي؟ انا مهم باليوم ضد الحرمان كوتش، ضد الحرمان تماما، لانه اكبر غلط هذا الشيء كلنا. هلا كله بيساندني بهي القصه صراحه، شرعت امل حلوه. لانه كوتش للاسف اليوم بنشوف نصائح يمكن جاي من المريخ، اوقات قطع الخبز وقطع السكر وبشكل كامل طبعا هذا الكلام، وحلو ممنوع اي نوع ممكن يكون، رز ممنوع، كربوهيدرات ممنوع، ممكن يقدر كمان له حاجه عفوا للمقاطعه، ممكن يقدر لفتره معينه تمام، اكثر من هيك ما بيتحمل بني ادم تمام. لا خليه ماشي على سيستم وسط ملتزم احسن ما احبسه بعدين اخر شيء بده يفلت اجباري، ما حيضل مكمل. كوتش اكبر الاخطاء يلي ممكن انت تواجهها بالحميات يلي ممكن تنعرض وطريقه التمرين الخاطئه يلي بتودي لنتائج عكسيه يمكن نحن ما بدنا نوصل لها ابدا شويه. يعني هلا كل شخص انا برايي هو عباره عن كيان لحاله، يعني انا ما فيني اعطي كله 10 نفس الشيء، هذا الشيء في اخطاء للمدربين بيساووا، يعني انه يلا تعالوا نفس البرنامج نسخ لصق نسخ لصق، عرفت؟ غلط. انا مثلا جسم غير جسم، انا بشوف شو اللي مثلا عنده الدهون وين متراكمه، حتى انا وقت درب بركز على جسم البنات تمرينهم غير تمرين الرجال، البنت بدها نواحي معينه بجسمها، بدها تمارين خاصه لها، يعني انا ما بلعب البنت بايسبس و الرجال غير بيحب تكون ايده مثلا، البنت في لها اماكن معينه بدها تكون حسب النحت للجسم اكيد، بقى كل واحد بيختلف عن الثاني اكيد. شكرا كوتش لحضورك معنا اليوم ومعلومات كثير مهمه، مستضيفك هيك ان شاء الله بصباحات ثانيه. مش كنا نتمنى انه بنقدر ناكل بدنا تحكي اكثر عن شيء اسمه برامج التثبيت، ولكن خليها هيك لفقره جديده كرمال نعطيها وقت اكثر. ان شاء الله. ان شاء الله اهلا وسهلا فيكم، يسعد صباحكم. شكرا لك مره ثانيه كوتش، وينعاد عليك بكل خير ان شاء الله.